مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى خلف الستار. ضيف حلقتنا اليوم السيد طاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد. مرحبا بك سيدي، وشكرا قبولك دعوه البرنامج. شكرا كذلك لكم على يعني توجيه هذه الدعوه لحضور هذا اللقاء معكم، وتحيه مباشره لكل متابعي قناه السلام. شكرا. رايحين السيد بن بعيبش، رايحين ندردش عن قضايا السياسيه الوطنيه. بداية، تم تأسيس حزبكم في أكتوبر 2011، يعني بعد ما خرجت من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. قعدت فترة باش أسست هذا الحزب. هل رجع هذا أنك لم تفكر في أن تؤسس الحزب، أم تنتظر حتى فتح المجال لتأسيس الأحزاب؟ بداية، أنتم تعلمون كذلك بأن كل المجال السياسي والإعلامي كذلك كان مغلق منذ 99، لا جريدة جديدة ولا حزب ولا أي شيء. ولهذا احنا بقينا يعني كلنا بعد ما بعد انتخابات تاع 99 العمل السياسي خدا مسار معين. هناك أحزاب على كلنا اللي كانت في الواجهة اللي تسير في برنامج السلطة هذاك، ومنعوا كل تأسيس أي حزب أو أي يعني وسيلة إعلامية. الخلفيه لتاسيس حزب الفجر الجديد هو ذاك يكون لكن قبل هذا، قبل الخلفيه السيد بن بعيبش، هذا المنع لم يكن قانونيا. طبعا لم يكن، يعني لم يكن قانونيا، يعني كان هكذا يعني. السلطه يعني اجراء تعسفي من طرف السلطه، غلقوا كل الابواب واكتفوا بما لديهم من الوقت. هل تعتقد هذا تخوف من الاحزاب؟ يعني الاحزاب كانت موجوده. شوف المشكل وين؟ أما ربما كثرة الأحزاب يعني في لا هذا ولا ذاك. لينا قضية سلوك نتاع السلطة كيفاش تفكر. السلطة لا تؤمن بمعارضة ولا تؤمن بالرأي الآخر. أنا اللي نحكم، أنا كل شيء، أنا أعلم منكم وأعرف أكثر منكم، وأنا أقدم الحلول، وأنا صاحب كذا وأنا صاحب كذا، وبالتالي لا داعي لهذا الهرج والبرج تاع الأحزاب. هذا هو الفكر، يعني فكر مغلوق هذا. وبالتالي كنا في، أنا تحركت في الوقت هذاك يعني كشخص، زرت ولايات، اتصلنا، مشينا خدمنا إلى غاية خطاب رئيس الجمهورية اللي جاء بعد ما يسمى بالربيع العربي. الوقت هذاك لكن خطابه تاع 15 ابريل 2011. 2011 نعم. قدم خطاب تاريخي وزاد دعمه بالخطاب تاع 8 باي في الصيف. في الصيف نعم. الخطاب هذا في ابريل، انا شخصيا درت بيان اول جوان. ثمنت المجال على رئيس الجمهوريه، وقلنا باللي هذا هو الطريق الصحيح لبناء مؤسسات الدوله. واعلنت في ندوه كما ذكرت انت، كانت في 2011، الندوه التاسيسيه كانت في 2011، ثم الاجراءات الاداريه من 2012 الى غايه الحصول على الاعتماد. انا بالنسبه لي الخلفيه اللي مشيت فيها هو انه خطاب رئيس الجمهوريه. أنا أفكر في شيء وأشك في شيء، إلا أن كلام رئيس الجمهورية لا أضعه محل شك. يستحيل باش رئيس يخطب كلام ويكون شيء آخر. لكن احنا وقع شيء آخر للأسف، حتى وصل في الانتخابات التشريعية تاع 2012 شبهها بثورة نوفمبر 54، وفتح المجال ودعا الشباب للتفاعل مع الإعلام، مع السياسة، مع كل شيء. وفعلا كانت فيه حركة سياسية قوية في بداية في 2012. نعطيك مثال، احنا كحزب كباقي الاحزاب اللي تأسست في ذلك الوقت، تحصلنا على الاعتماد 28 فبراير. في مارس كنا اغلقنا الملفات نتاع الترشح في 48 ولاية، والتنافس كبير. لأنه كانت في إقبال، وحتى الناس العطارات وكذا ثقوا في خطاب رئيس الجمهورية. لان شكون اللي خلى الدنيا يعني حبسه الجبده؟ هو الخوف من السلطه كيف تنظر اليك. يعني حتى الفتح السمعي البصري فتح مجال، فتح السمعي البصري تفتح ومشيت الامور الى غايه الانتخابات. خطاب رئيس الجمهوريه في الصيف اللي قال رحم الله رجل عرف قدر واحنا طبشنا. لا، ماذا كنتم تنتظرون من هذه الرساله اللي قالها؟ الرساله هذه نعم معناها لابد من تجديد، يعني الجزائر الجديده كانت تكون تبدا في الوقت هذاك. من 2012. 2012
وكان فرصه لا تعوض، فرصه كبيره، لان الرئيس ما كانش ما يخيفه في البرلمان، لا يخيفه شيء. وانا تفرحت كم من مره في يعني في حياه بوتفليقه وبعد مماته، وقلت باللي التزوير اللي وقع في 2012 ما وقعش في تاريخ الجزائر، ومش هو اللي زور، لانه هو ما يقلقوش برلمان كيفاش يكون. اللي زور هما اللي خافوا من كلمته اللي قال طب جلالنا ورحم الله ورجل عرف قدره. دونك شافوا الناس باللي هما اللي مكسورين. يعني شكوا ان راه فيه مرحله جديده. شكوا انه فيه مرحله وجايه مرحله جديده وبرلمان جديد ويقلب الطاوله بلا. هل تعتقد هذه المرحله تاخرت حتى سنه 2019 بعد الحراك؟ طبعا تاخرت، تاخرت منذ ذلك الوقت واحنا في منحدر الى غايه 2019. يعني التخوف نعم التخوف، التخوف من كل جديد، والتخوف من الاتي. لان واش اللي جعل الوضع تاع 20 سنه من 2019 من 99 الى 2019 باش يخرج الشعب الجزائري بعد 20 سنه، بعد 20 سنه بالملايين عبر جميع الولايات، يعني طاف الكيل، ما عندك وين تزيد، خلاص كانت النهايه، النهايه مؤلمه يعني بالنسبه للبلاد. والان احنا كي تجي تقيم، ما عندك واش تقيم، تقيم انت دروك حكومات تاع 20 سنه كامل في السجون، ما وقعتش هذه حتى في اي بلد، وما وقعتش حتى في اي تجربه يعني. وزيد يعني الارقام المذهله وقع فيه، انا شبهته الوقت هذاك مش سرقه، وقع فيه تسيب، وكأن البلد وهذا التسيب وقع في حالتين، اما دخول الاستعمار ولا خروج الاستعمار. وقع تسيب، كتعود الناس تهز بالاف الملايير وتدفق، ما كان حتى واحد يحاسب. انا تعتقد انه هذا حدث بعد يعني ما مرض الرئيس بوتفليقه انذاك في 2013، يعني ما اصبحش هو اللي فعلا يعني مش قادر يتحكم في زمام الامور. انا تعتقد انه هذا هو السبب، ام هي انه في مشكل اخر، انه من اواخر 99 يعني منذ مجيء من سنه 99 الى غايه 2019 يعني كان هذا هو الطرح. باهي دوك الرئيس مات الله يرحمه. نعم الله يرحمه. لو كان مازال حي نهضروا. مات ما نقدروش نزيدوا ولا كلمه، قناعتي مش ما نقدروش نزيدوا عليه ولا كلمه الا بما نشعر به. انا اقول لك هذه العمليه تاع الفساد ليس مرضيه فقط. تقريب سياسه منتهجه منذ 99. علاه؟ لان حتى الرئيس كان العهده الاولى العهده الثانيه، كاش ما جبد ملف، كاش ما قدم واحد العداله، والفساد كان موجود. وزيد نذكره في خطاب. ولما اسستوا الحزب يعني اصبح الحزب تاعكم معتمد سنه 2012 واصبح معتمد، ماذا قدمتم من اقتراحات؟ ما هي يعني الطرح اللي طرحتوه سياسيا اقتصاديا اجتماعيا انذاك؟ احنا عندنا برنامج متكامل وحضروه مجموعه من الاساتذه في كل المجالات، وشرفوا عليه يعني من ذوي الاختصاص، وكانت عندنا نظره في الاقتصاد، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، في الجانب الفلاحي كذلك. احنا انا شخصيا نركز كثير على الجانب الفلاحي، لانه هو القطاع يعني هو القطاع الاساسي الاول اللي كانت تعتمد عليه الدوله الجزائريه يعني ويساعدها في كل الظروف. احنا كان عندنا برنامج متكامل، وكنا رايحين باش من خلال الممثلين تاعنا في المجلس الشعبي الوطني في المجالس المحليه، قلنا على اساس باش نقدم البرنامج تاعنا وندافع عليه مع الكتل الاخرى ونعمل على تطبيقه في ارض الواقع. لكن للاسف الشديد ما تقدرش تقدم اي شيء في ظل الاغلبيه اللي سايره في فرق السلطان هذاك، والسلطه هي اللي تبرمج وهي اللي تقرر وهي اللي تنفذ. يعني اي مشروع تقدموا به يعني ما يمرش. اي مشروع تقدموه. بالنسبه لنا انا خاصه يعني بالنسبه لي انا اؤمن بدوله المؤسسات مش دوله الاشخاص. مهما كانت عبقريتك ومهما كانت ارادتك، المؤسسه تبقى، الشخص لا يبقى. يعني ما دروك حنا كان بنينا المؤسسات نتاع الدوله وجاء ومشات، حتى يوقع اي خلل يوقع اي مشكل ما تخافش على الدوله. لكن الدوله عندما تكون ملايمه في مؤسسه واحده، معناها اذا غلطت ولا اذا راحت البلاد راحت.
بالنسبة لنا البرلمان باهي، انا اعلم ربما عندي ميول، وكان عندي انا من دعاة الأنظمة البرلمانية. ولكن الأنظمة البرلمانية السيد بن بعيبش نشوف يعني أمثلة على الأنظمة البرلمانية فيها مشكل كبير، مثلا حتى الدول المتقدمة يعني برلمانية، إذا خذينا إسبانيا مثلا، مشكل أنه تعيين أو انتخاب رئيس داخل البرلمان لأنه يحدث فيه تكتلات ما بين الأحزاب. طبعا شفنا حتى يعني الرئيس أو رئيس الحكومة الإسباني حتى دار تكتل مع يعني الحزب اللي تاع اللي حاب ينفصل عن إسبانيا الكتالوني باش قدر يصبح رئيس الحكومة. نشوفوا كذلك مشكل في تونس يعني البرلمان لما الحزب النهضة وكذا، يعني كان مشكل أنه يعني أثبت التجارب يعني السياسية أنه الأنظمة البرلمانية فيها مشكل في خاصة في تعيين رئيس الحكومة، يعني لأنه هو تقريبا هو رئيس الجهاز التنفيذي هو اللي يسير الحكومة. ولهذا الأنظمة أعتقد أنه يعني الأنظمة الرئاسية ربما الأنظمة الرئاسية وتتبعها مؤسسات يعني ميكانيزمات كيف تسير هذه المؤسسات. أنا مانيش عارف رأيي هذا يعني الشيء اللي ذكرته أنت يعني أنا بالنسبة لي الظاهرة يعني ديمقراطية. لا هي ظاهرة ديمقراطية ولكن في مشكلة وفي الحالة هذه هذيك هي الديمقراطية الحقة، يعني الديمقراطية الحقة هي المجالس المنتخبة كيعود البرلمان هو المسؤول، أما الحكومة مسؤولة أمام نفس البرلمان تاعها لأن الرئيس يخرج منه، وبالتالي هذه هي الديمقراطية الحقة. وهنا يكون كما يقولوا تصارع البرامج، ما كانت وقعت في إيطاليا 11 شهر بدون حكومة، لكن ايطاليا مشات. حنا نشوف اوروبا الان كامل كلها انظمه برلمانيه ما عدا فرنسا. كذلك يعني وفرنسا عندها تقاليد على كل ما يهمش هذا، هذا ما يهمش هذا يعني هذا في الجانب العلوم السياسيه هذا مجال اخر يعني. قلت لك علاش يعني انا نميل لبناء مؤسسات الدوله وتكون عندها استقلاليه تامه. القضاء يكون قضاء لا يخضع لاي ضغوط. الاداره تكون محايده في خدمة الشعب. هل الإدارة الآن محايدة؟ مستحيل. هي الحزب القوي في الجزائر أو الوسيلة الأولى في الجزائر اللي نفذوا بها البرامج، ولكن هضر ما نقصش أشخاص لأن المشكلة في السيستم الجهيزة هذا. تروح للمؤسسات الأخرى يعني المؤسسات الدستورية. إذا احنا كنا نعمل في هذا يعني نقلبك على الخلفية في 12 وجايين على شكل الحزب. عندنا برامج عندنا توجه في هذا الإطار. نروح أنا مثلا المجالس المحلية. أنا شخصيا نوع من إيمان قوي. دون إعطاء كل الصلاحيات للمجالس المحلية لن تكون تنمية محلية. لأن المجلس البلدي هو يمثل الجمهورية الصغيرة. ويمثل كل 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 البلدية يعني تراب البلدية وحساسيات اللي في البلدية. هم أدرى بما يصلح في البلدية. وهم أدرى بمشاكل البلدية، خليهم يخدموه. مش ممكن يجي مجلس بلدي يدير مداولات يبعثها للولاية ولا للدائرة وقعد انتظر في الرد، ومرات الرد يكون سلبي، وحتى إذا كان مش سلبي في عراقيل وفي مشاكل، وبالتالي ما تمشيش الأمور بها. ربما السيد طاهر بن معيبش ربما هي تراكمات طبعا، لأنه احنا لو نعاود نرجع يعني للتاريخ شفنا العشرية السوداء 10 سنوات إرهاب خراب كذا، ثم كذلك جاءت العشريتين اللي حكمها الرئيس بوتفليقة آنذاك. ربما فيه تراكم، هذه التراكمات يعني مش بالشيء السهل انك تروح تذل العقبات وتقضي عليها في 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 ظرف يعني قصير، في ظرف عام او عامين، يعني ممكن يتطلب وقت طويل. والرئيس الجمهوريه قال القطار انطلق، يعني في اخر خطاب له في قال القطار انطلق يعني قطار الاصلاحات. هنا راح نتكلموا على المرحله اللي جاء فيها الرئيس السيد عبد المجيد تبون، يعني نتكلموا على بعد الحراك. بعد الحراك كنتم ممثلا او كنت ممثل لمجموعة أحزاب اللي قدمت ورقة طريق أو برنامج للسلطة. وش قدمتم آنذاك يعني في الحراك؟ فيه ندوة، فيه اللقاء يعني لنخبة كبيرة في المجتمع، أحزاب، منظمات، إطارات، شخصيات، وتناقشنا يعني مدة زمنية طويلة في الموضوع، وحضرنا ملف كامل وسلمناه للسيد رئيس الجمهورية في أول 2020. سلمناه وناقشنا معه يعني كل الخطوط العريضه نتاع المشروع، وايدنا يعني
البرنامج اللي يتكلم عليه السيد رجب. انا نعطيك خلفيه برك بالنسبه لي، انني انا منذ 89 كنت مع السلطه، يعني كنت معاهم، كنت في 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 في, في, في الامام، وكنت معارض، كنت معارض لكثير من الاشياء وهم على بالهم. جات الانتخابات، انا مشيت في برنامج اخر، مشيت مع السيد علي بفليس، البرنامج تاعو اقتنعت بالبرنامج تاع علي بفليس. تنصب السيد رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبون، وعرضنا التنصيب نتاعو، قدم خطاب، انا بالنسبه لي خطاب تاريخي، بحيث انه انا تبعت الخطاب نتاعو اللي قدموا لنا، اللي قدموا لنا هذاك جبرتو يعني يتضمن البرنامج تاعي وقناعات تاعي. كنت هذا البرنامج مش ممكن، ما نقدرش ننافق، قال علي عندي برنامج وكيجي برنامج طموح تقول لا. انا بالنسبه لي اعلنت عن مساندتنا لبرنامج السيد رئيس الجمهوريه. ولهذا يعني تصريحك بعد استقبالك من قبل رئيس الجمهوريه في 2021، اعتقد مارس 2021، عبرت انه فيه معوقات لا تساعد على اجراء انتخابات، كانت رايحه للانتخابات، لا تساعد على اجراء انتخابات كما تأملون، يعني هذا كلام قلته. اذا ما هي المعوقات اللي طرحتها للرئيس الجمهوريه انذاك، وهل يعني تم تذليل هذه العقبات او هذه المعوقات؟ اولا بالنسبه لمراجعه الدستور، الرئيس طرح للاستفتاء، لان عند استفتاء الدستور وطرح المشروع. احنا كرئيس حزب الفجر الجديد مع القياده تاع الحزب ناقشنا الموضوع، وبعثنا برساله للسيد رئيس الجمهوريه، وقلنا له الظرف غير مناسب، والشعب واش مهتم الان بما يسمى بالدستور. يعني مسؤول، انا كي تسالني نجاوبك بكل صراحه. يعني بكل فوالا، رساله للسيد رئيس الجمهوريه بعث لها له. مشيت الامور، لكن فيما بعد اعلن على تنظيم الاستفتاء في اول نوفمبر. ربما انتم طرحتم، انا اتذكر انكم قلتم يعني يؤجل تعديل الدستور الى غايه الانتخابات التشريعيه والانتخابات المحليه. تستقر الاوضاع. هكذا طرحتم هذا. ايه طرحنا بهذه الطريقه، لان الشعب كان في وضعيه، خرج من الازمه تاع 2019 عام كامل، زجت ازمه كورونا، كان احنا بدلا من معالجه الاثار تاع المرحله هذه مش ممكن نمشيو الان لمراجعه الدستور. لكن عندما اعلن الرئيس تلقينا نفس الشيء. لينات وضعنا بين نعم او لا. قال روحوا نوضعوا نعم وين توصل ولا وين توصل. اذا قلنا لا، احنا مشينا مع الدستور بعد 2019 وطلبنا بالانتخابات. المسار الانتخابي والمسار الدستوري لازم يرجع. معناه اذا قلنا لا معناه هذا الشيء اللي مشينا فيه احنا غلط. واذا قلنا لا معناه الرجوع للدستور 2016. واذا قلنا لا معناه العصابه هي كانت على صواب. وبالتالي كارثه. وإذا قلنا لا، آخر نقطة هي أخطر، هو الضرب لمصداقية رئيس الجمهورية. معنا احنا ريبنا بيتنا بيدينا. بوه نعم وشنية، نعم للاستمرارية، نعم للمشروع الجديد، نعم للجزائر الجديدة، مهما كانت الأمور هذه أحسن مشينا بنعم، وأنا مشيت ونظمت الأدوات. يعني هذا هو الخيار اللي هذا الخيار، ما عندناش اختيار آخر. ومشينا في الخيار نتاع نعم الدستور. نفس الشيء جات الانتخابات الشرعية. أنا شخصيا مع السيد رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الحالي قلت السيد الرئيس يصلح لكل شيء إلا الانتخابات. مش ممكن يعني، مش قانون انتخابات، ما يديرش انتخابات نزيهة. مستحيل. ورغم هذا ثانيا قال إذا كانت تمشي انتخابات شرعية حل المجالس المحلية، لأن هما اللي راحين يديروا الانتخابات. السيد طاهر بن بعيبش، كنتم رافضين لمشروع تعديل الدستور حتى تتم الانتخابات التشريعية والمحلية. لماذا؟ نعم، لأن الأولويات، حبينا نمشيو الأولويات، والشعب كما قلت لك مباشرة بعد خروج من أزمة تاع 2019 والأزمة تاع كورونا، ما كانش محظ كان ينتظر أشياء أخرى، ماهوش الدستور ولا، لكن مر إلى وصلنا قلت لك انتخابات تشريعية، طلبنا كذلك بحل المجالس المحلية، لأن واش وقع انتخابات 2017 باختصار؟ الدولة يعني مؤسسات جبدوا نفوسهم، خلاوها تمشي. وشكون اللي نظم الانتخابات؟ هو فيه يعني المشاركه ضعيفه دائما في الجزائر. الشعب مازال ما وصلش لدرجه الثقه باش يروح يخرج ممثل نتاعو في الصندوق. شكون اللي يشاركوا في الانتخابات؟ هي المجموعه اللي مرفه تنتخب.
المجالس المحليه اللي موجوده، المنتخبين اللي موجودين، اللي حابين يحافظوا على الوضع كما هو، الناس اللي عندهم مصلحه في الانتخابات داروها، وكانت النتيجه تاع 2021 هي النتيجه تاع 2017 للاسف الشديد. ما نقدروش نعتبروها انتخابات اللي نقدروا نعولوا عليها كمرجعيه. نعم. لقائك مع رئيس الجمهوريه كذلك في جوان 2022 كان في لقاء، ويعني وتكلمت في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والفلاحه واعطيت وجهه نظر تاعك. يعني هل كنت تعتقد انه يعني التصور الاقتصادي ماهوش هذاك هو، لما اعطيت انت وجهه نظر تاعك؟ لا، انا كنت رايي يعني نظريا مطابق مع ما يقوله الرئيس بالنسبه للاقتصاد، لانه عنده هو اراده باش يعطي حط يعني الجانب اسمه السكه يعني على حتى القطار على السكه بالنسبه للجانب الصناعي. هو يعرف انه القوه الاساسيه اللي تحرك الاستثمار في البلديه هي الصناعه، لكن كاين بعض الاشياء اللي ما مشاتش يعني للاسف الشديد اقتصاديا ما مشاتش، وعطلوها يعني في عطلوها. اذا تتذكر الوقت هذاك السيد رئيس الجمهوريه كان يقول كلام يعني ربما احنا ما نقولوش، يوصل حتى يشخص الاشياء يعني في مستوى بسيط، المنحه اللي دارها ما وصلتش لمواليها، السيد نهار اسمه المشكل تاع السيوله اللي وقعت في يعني حبوا يخلقوا مشكل، كثير من الاشياء انه العصابه بقات تتخبط وبقات تتعطل في كل المشاريع. انا عندي النقطه هذه برك كيف الجانب الاقتصادي جانب الفلاحه. انا الفلاحه من بكري يعني الارض هذه من بكري حاملها معي منذ المنظمه الوطنيه لبناء الشهداء كانت راس مال، لانني اؤمن ايمان قوي بان البقاء للارض قبل نهايه الحياه. الارض اللي لعبت فيها راحت، ونظمنا ندوه في 96 حول هذا الموضوع. اكدت انا بالنسبه للصحراء التوجه للصحراء والسيد الرئيس الشخص او المجموعه لا تستطيع ان تقلب الصحراء. الصحراء صعيبه تعطي انتاج وافر تقدم لك كلش، لكن لازم القوه تاع الدوله اللي تدخل، فتح الطرقات، ايصال الكهرباء، حتى حفر الابار. تجي تستثمر قال له عندك مثلا مبلغ معين اللي سيملك الدوله، اخدم وخلص. العمليه تجي سهله، لان الامس كثير اللي يقول لك الاستثمار في الصحراء يا ريت يروحوا للصحراء. يعني اللي يروح يستثمر في الصحراء راه ضحي، انت تروح توقف فوق هضبه تاع رمال تشوف غير الرمال، تتصورها بلي ترجع خضراء وتعطي انتاج تهرب، ما تقدرش الانسان ما يقدرش. يعني هذه كوجهه نظر. يعني وجهه نظر على كل هنا. وتكلمنا يعني في كل الوضع الاجتماعي نفس الشيء. للان مثلا وصلنا للوضعيه يعني وضعيه اجتماعيه مزريه للاسف الشديد. ولكن في جهودات من طرف الدوله في الوضع الاجتماعي في الوضع الاقتصادي، كما قلت قبل قليل الرئيس قال القطار يعني مشى وقلع، اللي يركب في القطار ركب واللي ما ركبش يقعد. يعني داعم القطار يعني ديماري القطار الاصلاح يعني صح، وهذا يعني قلت لك. لكن القطار كي ديماري لازم تشوف لوراك واش اللي خليت وراك. لان الان احنا كنجيو يعني ببساطه يعني مواطن بسيط، انت الماده من المواد الاوليه اللي كان يستهلكها الانسان ومازال الان يعني كما يقولوا تريبلات مش دوبلات في الثمن تاعها، وبالتالي اصبح الان يعني الطبقه المتوسطه لا تطيق يعني. وهذا نربطه بالتصريح اللي قلته في سؤال طرح عليكم عن الوضع الاجتماعي وموجه الغلاء. واش قلتم حسب تصريح الوزير الاول وحسب ما تضمنه قانون الماليه، من الناحيه النظريه نجد ان هناك حلولا ممكنه، لكن عمليا هذه الحلول غير مجسده. كيف هذا السيد؟ مش مجسده، لان مثلا الرئيس اعلن على الزياده في الاجور، اعلن على تخصيص بعض المنح، لكن هذه المنح لنا المشكل او المشكل تقريب فيه تسابق. الرئيس يعلن منا في تحسين وضعيه المعيشه، والغلاء يطلع من جهه اخرى، شكون يطلع واحد معلومه؟ للان ما كانش جواب صريح وصحيح حول غلاء المواد اللي رانا يعني ما كاش واحد جا قال علاش. انا ترى ربما ممكن هي المضاربه، بعض الاشخاص بعض الاطراف اللي راهي تضارب يعني. المضاربه عندها المضاربه، واش انت كدير مضاربه مش ممكن تحجز السلعه باش تفسد لك. المضاربه في الحالات كي تكون ماده ناقصه، احنا المواد موجوده يعني مواد. انت مثلا البيض برك هذا اللي يعيشوا شو مثلا المواد لي بات العجين هي التريبلات في هذاك تاعها،
البيض كانت تدير بلاطو كان يدير ب 25 سنتيم كما يقولوا، رجع درك تروح تدخل يقول له يقول لك تدي تاع 70 ولا 75 يعني. ولا واحد قال علاش اللحوم يعني. لو شفت تصريحات الحكومه وتصريحات فيه يعني دائما يعني الدوله الدعم تاع الاجتماعي تاع المواد ما زالوا يعني قايم كلش موجود يعني. ولكن اسمع هذا السؤال الخطير اللي مطروح، اذا كان الدعم تاع الدوله مازال موجود وهذا الغلاء موجود، فما بالك نعرف يرفعوا الدعم. السي طاهر بن بعيبش ربما الوقت الاول او النصف الاول من البرنامج اتى الى نهايته، يعني نتابع فاصل ونعود للنقاش اكثر، تابعونا.